حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. مشاهدينا الكرام، للمشاركة بالبرنامج تقدرون تتصلون بنا على أرقام البرنامج اللي تظهر أسفل الشاشة. عندكم من داخل العراق تقدرون تتصلون بنا على واحد من ذني أرقام الاثنين اللي تشوفوها أسفل الشاشة. عندكم من خارج العراق أيضا، ومن يسكن دول المهجر والأشقاء العرب من الخليج حتى المحيط يقدرون يتصلون بنا على واحد من ذني أرقام الاثنين اللي تشوفوها هنا. أما فيما يخص رقمنا الأخير اللي ما يقدر يحصلنا ومع الشديد الأسف ما نقدر نسمع صوته أو نعرف رأيه بمكالمة صوتية، يقدر يدزلنا رسالة، يكتب لنا رسالة على هذا الرقم. أتمنى أنه تكون الرسالة متبوعة باسمه ومكانه، وحتى نعرف الرسالة من منو جتنا ومن وين. أما اللي شخص اللي عنده فيديو يريد يبثه على شاشة الرافدين أو شيء يريد يطلع على شاشة الرافدين، رجاء إخواني الأعزاء رقم الواتساب غير مخصص لهذا الشيء، رقم الواتساب فقط للرسائل للمشاركة بالبرنامج. أكو رقمين موجودات بالشريط الأبيض اسمها نافذة أنت ترى، تابعوا الشريط وسجلوا الأرقام يومكم ودزوها وإن شاء الله بيكم خير وتدللون. موضوع حلقتنا اليوم بعيدا عن اللي صار بالفيديو بالتظاهرات، هذا فقط حتى تشوفون اللي دي يصير بالتظاهرات بالعراق، لكن موضوع اليوم أعمق. كل مدينة خصوصا في بلد مثل العراق أكو بي أكثر من محافظة أو مساحات شاسعة متكونة من رمال وصحراء تحتاج إلى حزام أخضر. حزام الأخضر هو عبارة عن مشروع لتشجير أسوار المدينة. كل مدينة من مدن العراق تحتاج إلى هذا الحزام حتى تخفف أكثر من شيء، من ضمنها تخفيض درجة حرارة الهواء اللي داخل إلى المدن، تنقية الهواء داخل المدن، تساعد على ترطيب الجو، إضافة إلى ذلك تمنع التصحر اللي هو دخول الأتربة من خارج المدن إلى داخل المدن، جفاف تصحر، يعني هذا الأمر. فكل مدينة تحتاج إلى هذا الحزام الأخضر. طبعا هاي الفوائد أنا جزء بسيط من فوائد الأحزمة الخضراء اللي موجودة حوالين المدن بالعراق، لأنه لها فوائد كثيرة. أهم هاي الفوائد اللي هو محاربة التصحر، ترطيب الجو، تصفية الهواء، وأيضاً تقليل درجات الحرارة. هاي الأمور اللي هي اللي تهم الناس. اليوم وراء 2003 شهد العراق حملات شعواء لتجريف البساتين، تجريف بساتين النخيل، تجريف بساتين الحمضيات، تجريف بساتين الأشجار اللي بالعراق المثمرة أو الشجيرات المثمرة، أيضاً محاربة الفلاح العراقي من قبل الوزارة أو من قبل الحكومة أو من قبل المسؤولين، حتى يكون المستورد هو المنتج اللي معتمد بالعراق والمنتج المحلي ما إلى دعم، وعليه الفلاح بدأ يترك مهنته ويتوجه إلى مهن أخرى، عليه
الفلاح من ترك مهنته الأرض راح تبور، من بارة القاع تجي الحكومة تستولي عليها من جديد، من استولت عليها راح توزعها، تحولت الأراضي الزراعية اللي موجودة بالبلد إلى أراضي سكنية مثل ما دا يصير بهواية مناطق بالعراق من شماله حتى جنوبه. نتائج هذا الموضوع مثلا محاربة الزراعة أو تقليل الزراعة، عدم استصلاح الأراضي، إضافة إلى تمدد المدن أو الحظر على كثير من المناطق، عدم المحافظة على البيئة الريفية في البلد اللي يحتاجها في أكثر من مكان، إضافة إلى ذلك الأمن الغذائي راح يكون يعني مستهدف. لأنه الأمن الغذائي شلون راح يكون؟ راح يكون الأمن الغذائي أكو مستورد هو اللي يتحكم بسعر الطماطة وبسعر البوتيتا وبسعر الخيار وبسعر الفلفل، لأنه يقول لك أنا استوردته بفلوسي وأبيعه بمزاجي، بينما المنتج المحلي ما بيقمرق ما بيستيراد، لما يطلع من يم الفلاح ويروح قبل للمستهلك الأجر راح يكون أقل. المهم تقارير تقول مديرية دائرة بيئة ديالة أنه أخطر تقرير بيئي للمحافظة من عام 2003 لليوم، أنه مدن ديالة ومنها بعقوبة فقدت وراء عام 2003 40% من الأحزمة الخضراء، يعني بعد لها 10% وتفقد النص. وأضاف مدير دائرة بيئة ديالة عبد الله الشمري أن فقدان البساتين الزراعية أمر مهين في ظل عدم وجود أي محاولات حكومية أو من السلطات لتعويض هذا الشيء، مؤكدة أن المدن تتعرض لمزيد من العواصف الترابية بسبب عمليات التجريف والحرائق والاضطرابات الأمنية. هذا وفقدت بعقوبة وباقي مدن ديالة مساحات كبيرة من البساتين والأراضي الزراعية بعد عام 2003 لأسباب عديدة أبرزها التجريف، الاستيلاء من قبل جهات متنفذة على الأراضي الزراعية وتحويلها إلى أراض سكنية. يعني من 2003 لليوم ب 18 سنة كان أكو حزام أخضر داير مداير مدن محافظة ديالة، لحد الآن فقدت 40%، أقل ب 10% عن النصف وأكثر ب 10% عن الثلث. يا ترى بلد الميدا يقل بي، تصحر دا يزيد بي، ملوحة دا تزيد بي، هاي النتائج المأساوية اللي دا تصير اليوم نتيجة قلة المياه، جفاف مثلا، أكو خطر جفاف على البلد، انخفاض مناسيب المياه بالعراق، تصحر داخل مدن العراق، انخفاض نسبة الزراعة أو انعدام نسبة الزراعة بالعراق مو انخفاضها، محاربة الفلاح، عدم إعطاء المزارعين والفلاحين حقوقهم المادية، وإضافة إلى ذلك تجريف البساتين اللي هي كانت زاخرة وتطي إلى البلد سلة غذائية وكانت هي اللي تساعد البلد في التحكم بمصروفاته. لأنه مثلا عندك محافظة ديالة مشهورة بالحمضيات، مشهورة محافظة ديالة مثلا بمنتجات دبس الرمان مثلا أو الحمضيات. اليوم لما أنت حاربت زراعة الحمضيات بالمحافظة، البلد بدل ما يستخدم برتقال ديالة أو يورد برتقال ديالة إلى المواطن، راح يستورده من وين؟ من إيران، يدفع جمرك وفلوس استيراد وفلوس شحن وسيارات وتوزيع، وبالأخير ينباع للمحلات، وبالمحل لما يشتري على مود يبيع لازم يزيد على المواطن، هاي كلها فلوس، إضافة إلى خطر التصحر وارتفاع درجة الحرارة وهجوم التراب العجاج احنا نسميه بالعراق على المدن نتيجة انعدام الحزام الأخضر. أبو عراق من الفلوجة حياك الله. أبو عراق السلام عليكم استاذ أفر. عليكم السلام والرحمة والإكرام، أتمنى تنصيلي صوت التلفزيون حتى يكون صوتك أوضح أخويا. والله ما يمنع حتى التلفزيون. نعم استاذ أفر أخويا العظيم، احنا بالنسبة نصل على حزام بغداد يا أخي، هي المدن الصارقة حتى ندور أشجار وغيرها، عم مدمرون هذول، مدمرون يا استاذ أفر، هم خلوا شيء، خلوا الحضارة ودمرونا وقتلونا عمي، بهدلونا والله بهدلونا، عملوا عفونا بحضنا، فونا بحضنا يا حكومة، هاي ذاك حكومة
أفهم تمي خلونا واحد منه. والله أنت دمرت البلد، والله أنت اللي عبت بينك ولا جريمة البلد، بلد العراق هذا اللي كانت تبدأ كلها تحشي بيه. يعني مع الأسف خلونا هسه بيطلع يسافر وقال بس يقول أنا عراقي يصب عنا بصبحة من وراء هيش هيش مليشيات هيش عصابات. يا أستاذ أفلا الله يخليك، هم ايش خلوا؟ شبكونا بعد شبكونا يا شعب، يا شعب اصحى يا شعب، ترى إذا بكم ولا علينا والله مسؤول لك علينا. عمي خل نخلص منهم، مو بهدلونا يا أستاذ أفلا، مو دمرونا. أكو شيء ما شوفه ليا كل شيء بيقبض الله سبحانه عز وجل هو موجود عندهم، متعاركين على الكاس ومتعاركين على المناصب وحارين بالشعب. هم استانف الله يخليك، ولا مو حارين بالشعب عمي، حارين بجيوبهم الخاصة، يجرفون بالمناطق يستولون عليها. هاي يا حكومة يا أستاذ أفلا الله يخليك، والله والله على حكومة عمي، عمي ميليشيات عصابات مافيات. يا شعب اصحى كافي عدوان. اشكرك اخوي اسلام. شكرا شكرا لك ابو عراق. عبد الرزاق من بابل حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. بالنسبه للتشفيت المنابع خيرات العراق، هذا هو هدف الطبقه السياسيه اللي اجت بعد 2003، فكل همهم هو تدمير العراق، تدمير خيرات العراق. يعني ابسط مثال النخيل مال البصره. النخيل مال البصره يعني هذا هو ثروه العراق للخالده، لكنه بعد مجيء هذه الثغره الفاسده، شوف العراقيين قاموا يستوردون التمر بينما هو البلد المصدر للعالم، فقضوا على الثروه الزراعيه بالبلد والثروه الصناعيه وكل شيء يقوم الحياه ويفيد المواطن ويفيد الوطن تدمر. هذه الغايات والقصد من عندك هو تدمير هذا العراق. يعني انت جاي تشوف هسه العالم يعني على كيف عفريت الاوضاع بالعالم، تشوفها يعني يعني ما مستقره، يعني شوف روسيا واوكرانيا، شوف يعني الوضع ما مستقر، والطبقه السياسيه مالتنا ما مهتمه بشؤون المواطن، يعني من جاي يتقرعون على مود المناطق مالتهم وتركين لك البلد وتركين لك الانسان العراقي هو هو يعني هو ربه، يعني ماكو اهتمام بالوضع الاقتصادي، فقط امورهم اللي تخصهم. هذا دليل على انه هذه الطبقه هي مو هم يعني دول غرباء على هذا البلد، ويحطهم ولاء ويحملون الولاء للخارج، فدول هو هدفهم بالاساس هو تدمير العراق يا سادتك. وتحياتي لك. حياك الله اخ عبد الرزاق. ابو عبد الله من صلاح الدين. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شو حبيبي شوك سالي العزيز؟ هلا بيك يا الغالي. هم هذول استاذي أساسا جوي تدمير للعراق، للبنية التحتية مال العراق كلها. يعني عندك أنت وزير، عندك وزير الزراعة، وزير الزراعة من قلل النسبة مال الفلاح، نسبة الفلاح مثلا عنده 100 دونم سواها 50%. 50% هو ينطون على الدونم، على الدونم ينطون 35 كيلو. من نزلها نص ال 100 دونم سواء 50 دونم. من ينطي 5 كيلوات على الدونم 5 كيلوات لين يحط الفلاح. هم اذا الدونم. نعم. وقناة هنا بغداد قبل يومين طلعت واحد اشتكى يقول له والله وزير الزراعه يقول انا اطلع ايد الفلاح اطلع مظاهرات ضد الدوله ويا الفلاح، يعني انت وزير له عرب انت شيء. نعم. يعني وزير يريد يطلع ويا الفلاح مظاهره على منو تطلع؟ يعني هو انت بالوزاره وانت تنطي الامر. يعني انت من تنزل الكميه مال الفلاح عنده 100 دونم
100 دونم، تقول لازم تنصرف نص، زين النص وتقلل من الكميه مال الكيماوي، الكيماوي كل دونم الى 35 كيلو. ابو عبد الله سؤال، انت تقول الوزير هو اللي يعطي الامر، يعني هو متاكد انه الوزير بالعراق يقدر يعطي امر؟ الوزير لا، الوزير مسير مو مخير. مسير من أسيادة، لأن الوزير هذا للإيران. زين إذا إحنا نعرف إن الوزير مسير لعد، ليش نستغرب من يريد يطلع تظاهرة؟ يطلع تظاهرة شنو يضحك على نفسه؟ مع احتراماتي للفلح للمزارعين، يعني هو الحكي مال الوزير، هذا الحكي أصلاً مو مال الوزير، هذا ما يهم وزير. بلكة اللي قاعدين فوق من عنده يسمعون كلامه ويمشون رأيه، يعني هذا اللي قصده. ويا استاذ العزيز، بس احنا من نقول حكومه، احنا ترى هسه يعني ماكو ابو عبد الله، ابو عبد الله ترى انا كلامي دا اتهكم على الوزير، واكو وزير بالدنيا يقول انا اطلع تظاهره؟ لا هذا مو وزير. نعم ها مو وزير، واحنا من نقول حكومه ترى يعني عايشين ذنب، هاي مو حكومه. لا دا شنو هاي؟ عصابات ميليشيات جايين يترسون يجيبهم ويمشون. نعم. منو أني؟ منو أنت؟ منو العراق؟ من العراق؟ نعم نعم نعم. حد ما قلت، المهم مصلحته هو فوق كل شيء، جيبه مليان الفقير حشا، مع احتراماتي للفقير ومع احتراماتي للطبقة الفقيرة والطيبة، يقول لك طب مرض شعري دياني. هو راكب الجكسارة وابنه راكب الجكسارة وعساها قلاب. نعم. نعم شكرا، شكرا لك ابو عبد الله. محمد من امريكا، حياك الله يا محمد. السلام عليكم، حي قناه الرافدين. عليك السلام والرحمه اخوي العزيز. اخوي العزيز، هذول قتله الشعب العراقي ليس حبة للشعب. اخي محافظات السديه، تكريت ما تكريت، كفيلك محمد يدفنون البشر هو وحي بالابار، كفيلك محمد، وتقارير موجودة والصور والفيديوهات موجودة، هذول أعلام كل الإيران، وعندهم ديون طلبات على محمد تاسع نص بغداد، ديون مثل أبو شيماء وغير أبو شيماء. أبو شيماء لو عنده غيره على بلده ما يحامي الحوثيين، ضربوا البارحة دولة من أحد الدول السعودية وغير السعودية. أخي هذا أبو شيماء، هذا زين أخ محمد، أخ محمد، أخ محمد، أخ محمد، بداية يعني إحنا موضوعنا مو التوجه التهكم على الناس أو اتهام الناس، إحنا موضوعنا اليوم إنه أكو أحزمة خضراء، هاي الأحزمة الخضراء هي تحمي المدن، هاي الأحزمة الخضراء هي اللي تحمي المدن من التراب والعجاج والتصحر، هاي الأحزمة الخضراء هي اللي تلطف الجو، والعراق مشهور بارتفاع درجات الحرارة في الصيف والبرودة في الشتاء. إذا هاي الأمور هي اللي بدنا نحتاجها اليوم، ولكن البلد دا يخسر هاي الأحزمة الخضراء، شنو السبب ومن المستفيد؟ أما نقعد نتحكم على فلان وعلى إلان، لا أعذرني. نعم أخوي العزيز، هاي كلها مصالح إيران، أنا مو في إيران، كفيلك محمد، ما يريدون يعني بستان يعني حي، لازم يحشون حش، ما يريدون فلاح يشتغل وزارة حتى يجيبون من هناك، يصهرون الطماطم وغير الطماطم البرتقال مالهم كله من إيران. كفيلك الله ما يريدون العراق يصفل من 2003 لحد الآن، كفيلك الله كلهم يشتغلون صالح إيران. لا تقول لي برهم صالح، لا تقول لي محمد الحلبوسي، كفيلك الله أكبر مجرم هو برهم صالح ومحمد الحلبوسي وهذا خميس الخنجر وكلهم ذول الحسالة القاعدين مجتمعين البارحة بالنجف، وقودهم ذولا بالحركة الثوري الإيراني مسوهم مثل الطليان يفر بيهم فر. كفيلك الله، أحيي قناة الرافدين وأحيي كل شعب، كل شريف عراقي شريف يخاف على بلده، والله ينتقم على كل ديل إيراني سافل. حي قناة الرافدين. شكرا لك أخ محمد. رياض من أمريكا، حياك الله يا رياض. تحياتي لقناة الرافدين البطلة. حياك الله أخوي العزيز. عراقي شريف ومخلص. الله يسلمك. تحياتي وتحياتي للطاقم أستاذ أفل. يسلمك ربي. بالنسبة للبساتين هي وقت شيء بالعراق، لا أنهر لا بساتين لا بيوت لا انهار، كل شيء ما بقى يا اخ افل. هم الجوي على الدبابات الامريكيه من 2003 وليها تدمير العراق، يريدون يطلعون الشعب العراقي كله يطلع برا حتى يبقون وحدهم بالساحه، حتى يسرقون اموال العراق، اموال النفط. امريكا جابتهم من 2003 بدون شهادات تزوير،
كل شيء ما يعرف، حتى ما يقدر يربي اسره، ما يقدر يربيها لان ما يعرف، ضايع تايه، جايب مخليه وزير وهذا مخليه مدير وهذا مخليه صنعوا كل شيء ما عندهم، يعني ما عندهم كل اشياء. هذا السؤال اخ اسر لازم تسال به جعفر الموسوي المدعي العام اللي حاتم صدام اللي كان يقول تجريد البساتين، هذا المجرم السافل الدنيء المرتزق الايراني حزب الدعوه، هذا جعفر الموسوي هذا هسه يشتغل بالبرلمان العراقي. شوفوا شلون مجرمين قتله سفله ايديها مرتبطه بدماء العراق الشهداء يا اخ اسر. وشكرا لقناتكم البطلة. شكرا شكرا لك أخوي العزيز. يعني تجريف البساتين احنا ذكرنا انه من تجريف البساتين لانه هي كحزام اخضر بها هاي الفوائد، اضافة الى ذلك انه هاي البساتين او العازمة الخضراء هي دا تعطي مورد للدولة. تعرفون العراق لو من 2003 لليوم دولة مثل ما دعوا لما نجوا على ظهر الدبابة الأمريكية أو أتوا مع الاحتلال الأمريكي أو جابهم الاحتلال الأمريكي من دول الخارج أنهم جايين يجلبون ديمقراطية. العراق مو فقير، يعني مثلا كانت عندنا معامل بغداد للأجهزة الكهربائية والإلكترونية، كان عندنا معمل أدوية سامراء، كانت عندنا مثلا معمل عشتار لأجهزة التدفئة الصوبات، سيارات معامل اثنين ثلاثة موجودة في الإسكندرية محافظة بابل، معمل ألبس النجف، عندك مثلا تمور العراق شركة كاملة لتعليب وتغليف وتصدير التمور العراقية، والعراق اللي كان متربع على عرش الدول المصدرة للتمور لأكثر من 30 سنة، إضافة إلى ذلك شركة الجلود العامة مثلا. هاي جزء من الشركات اللي جتي هسه ببالي وأني دا أثناء الحلقة. يعني هاي لو إحنا مستفادين منها بصورة صحيحة، إضافة للبساتين، البساتين أكو مزارعين راح يشتغلون والفلاح ما راح يشتغل ببعده، الفلاح يريد ناس تساعده، واحد يحصد واحد يحرث واحد يزرع واحد يداوي واحد يعالج واحد يورد واحد يصدر، مجموعة. والمعامل تحتاج إلى مهندسين وعمال وصيانة وطبابة و و و و وأيضا الشركات تحتاج إلى موظفين وناس قائمة على هذا الشيء. فإذا أنت راح تقلل البطالة، راح توفر رواتب، راح توفر شغل للناس، راح توفر لهم معيشة آمنة، هذول اللي راح يشتغلون راح يقدرون يوفروا لك أشياء ثانية، هذا مورد متجدد بالدولة. لكن من 2003 لليوم انت لا عندك معمل ولا عندك زراعة ولا عندك صناعة ولا عندك اي شيء الا اللهم انه عندك دمار وخراب، وعندك تجارة موجودة بالعراق اليوم هي التجارة الناجحة اللي هو شكو شيء فاشل، مخدرات ناجح، خمور وبارات ناجحة، تهريب سلاح وتهريب مواشي ناجحة، وايضا تجارة سلاح ناجحة. فاذا اي شيء يدمر البلد هو ناجح اليوم بالبلد، لكن شيء عمر ما ناجح. يا ترى ليش؟ ابو علي من الناصريه حياك الله. الله يسعدك ويشكرك. هلا بيك يا الغالي. الله يخليك. الله يخليك احمد الله وديك. والديك الرحمه. والكادر مال الاذاعه والسامعين الله زين الله يخليهم. سلمك رب. ابو علي اذا امكن تنصي لي صوت التلفزيون وتسمعني من التليفون راح يكون المكالمه اوضح والصوت اوضح. نعم اخويا شوف انت تقول على الزرع شو اسمه البساتين هاي، شوف هاي مؤامره ايه ماكو يمي شيء، يعني ماكو شيء، ماكو حد يمي، ماكو شيء ممتاز. التلفزيون اللي يمك دي يأثر على الصوت يا أمي أبو علي. لا ماكو شيء علي، ما فاتح التلفزيون، ما فاتح التلفزيون. طيب. إيه. استاذ شوفي على التوليفي هذا عن نخيل وعن شو هذا البساتين. إيه. ماكو يم التلفزيون، ماكو حد. نعم. يعني ماكو طف كل شيء. شوف استاذ خلنا خدمك علي انت وياي، خلنا خدمك وياك. شوف الزراعه ها والبساتين هاي، يعني هاي مؤامره من ايران، مؤامره منين يعني
يعني هسه ايران هي مسيطره علينا، يعني العراق صار لمن؟ لايران، عرفت؟ وهم شوف على مو شري الزراعه والخضره يجيبوها منين؟ من ايران، البطيخ والرقي، يعني ما يردون. شوف انا اقول لك هاي، يعني هم ذولا هذا الشيء من سووه تدري شنو؟ يعني هم لهم هاي هي الشعب العراقي، يعني هذا الشغل كله كل عقد زين. هم او هذا ابو ايران يقول لهم هذا، شوف هو يقول لهم هذا العراق ادى ذل، العراق ما خلي ياكل خبزه ادى ذل، لان هم يطلبون اخوي، هم يطلبون من زمان، احنا صار من زمان يطلبون ما خلوها لنا زين، حرب من زمان من عادهم هذا كله. شوف ذول عندهم دوله وين يشتغلون؟ المن لايران. هم قالوا لهم شوف انتم تطلبون لهذا وزير الزايد، قالوا له خلي يسوي شيء. ذول يجون يقولون نعم 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 الخام النقم والزراعه زين حرقوها، والسمك قتلوه، البشر قتلوه، يعني حاطين العراق مثل الشون الشونه مال الزباله. هم ذول هم ايران. نعم 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 ما يحترمون. نعم ذول الذيول هسه الذيول لهم ما يشغل العراق، يعني اللي هويته امريكيه اللي ايرانيه. نعم نعم اللي وص... من اسرائيل وص... يعني اخبارك ما عايش هناك. نعم وصلت. يعني شكرا 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 لك ابو علي. هم ابو علي بس من لندن، حياك الله ابو علي. الله يحييكم، سلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. بالنسبه لتجريف الاراضي اي والمزارع وحرق المصانع وحرق المعامل، هذا كله اوامر من الارهابي الداعشي خامنائي والمطبقين الذيول والعبيد والعملاء الخونة في الخضراء، هذه معروفة. يعني حرقوا كل شيء، علمون كل شيء يجي من إيران، هذا النبق ماكو النبق يجي من إيران، أبسط شيء يجي من إيران. التمر اللي عراق هو كانت 36 مليون نخلة تمر عندنا بالعراق، أكثر من 1040 نوع تمر عندنا بالعراق حرقوه الجماعة، كل أوامر من إيران، كل أوامر من إيران. بس أنا أقول مع الأسف، يعني شوي أرد أطلع عن الموضوع. هذا معروف، يعني إيران هي كلها جاي تتحكم بالعراق بركات العصابات والمجرمين واللصوص والعملاء الخونة في الخضراء. زين أنا أقول إسماعيل آقانش عده بأربيل، زين أنت يا مسعود البرزاني شلون تسمح الواحد إيراني عجمي تقعد وياه ها ويؤمرك بتشكيل حكومة؟ أنا ما أعرف، يعني ماكو سيادة بالعراق؟ هسه افتهمنا دولة بالخضراء عملاء خونة مجرمين قتلة الإيران، دولة بعد نسوا السيادة ونسوا شرفهم وباعوا غيرتهم وباعوا وطنهم الإيران. بس أنت يا مسعود البرزاني شلون تقعد ويا هذا الصعلوك إسماعيل آقاني؟ أنا ما جاي أفهم، يعني أنت المفروض منك ها تقول له امشي اطلع برا، اطلع برا، احنا ما نسمح واحد يتدخل بشؤون العراق. زين انا اسال دول الميليشيات الارهابيه، انتم تقدرون تتدخلون بموظف بسيط بايران يا عصابات الخضراء يا ميليشيات الخضراء؟ ما على الشعب العراقي ان يثور ثوره عارمه ها وادخلوا الى الخضراء وسحولوهم بالشوارع. استاذنا هذا الاعتاب وليش وما ليش ومع الاسف هذا انتهى. دوله صالهم 19 سنه، يعني ماكو دوله بالعالم اصلا تاريخ الكره الارضيه ما اجت هيك عصابات تحكم بالعراق، ما اجت. يعني ما شايف اني ناس عملاء عمي، حتى هتلر كان ما يقتل شعبه، يقتل مثلا يحارب دول الجوار دول الارض، بس ما يحارب شعبه. دول مجرمين قتلوا عمي، دول يقتلون شعبهم، قتلوا شعبهم، حرقوا دولتهم، حرقوا بلدهم، عصابات مجرمين قتلوا ارهابيين دواعش. ما على الشعب العراقي ان يثور ثوره عارمه وسحولوهم بالشارع. عمي لا تنتظرون مقتدى ها ويقعد ويا وذا اجى مقتدى سوى مقتدى 40
هاي تفضل 40 مقعد كان عنده تيار الصدري. ها 19 سنه سوى مقتدى. انت يا اهل الثوره مقتدى بنالكم مدرسه؟ انتوا اللي جاي تعبدوه المقتدى، بنالكم مدرسه؟ مدرسه واحده مدينه الثوره، مدينه الثوره اللي هي اسمها تيار مدينه الصدر، تخسي انت مدينه، هاي مدينه الثوره. زين؟ يعني اوسخ مدينه بالعراق. زين انتوا على شنو جاي تطبلون المقتدى بعد؟ على شنو سيد القائد؟ انا ما جاي افتهم، ما جاي افتهم. ما على الشعب العراقي ان يثور. طيب. ثور عمي ثور، كافي بعد ايران. يعني انت ما عندك غيره؟ بابا ايران محتلتك. ايران محتلتك، انت ما عندك غيره؟ مو حتى البزوره تخرمش. ما جاي افتهم انت ليش وقت ساكت؟ اكو مواطنين يقولون هي ما احتلتني، هي دافعت عني. مين دافعت عنها؟ اكو مواطنين يقولون ايران ما احتلت العراق، ايران دافعت عن العراق ودافعت عن. يا حبيبي انا ما لي علاقه بالذيول والعملاء الخون، ذولا كلهم مرتزقه، هذا اللي يقول ايران دافعت عني، هذا عنده 6-7 رواتب، اذا مو عنده 15 راتب. اليوم البرلمان العراقي، المجلس النهاب اعترف 28 مليار دولار سنويا جاي تطلع ذول الديون والعبيد خارج العراق، جاي تطلع لهم 28 مليار دولار رواتب السحت والحرام، رواتب رفحه ورواتب الدمج، وصور رواتب الحشد، هو قاعد بالسويد ياخذ راتب الحشد، هو قاعد بالسويد او قاعد بلندن او قاعد ببريطان بامريكا وكندا ياخذ رواتب الشهداء، الشهداء على منو شهداء؟ انت عملاء خونه حزب دعوه ولا مجلس الاعلى ولا فيلق غدر، انت على شنو منو شهداء؟ انت اصلا مجرمين، قتل خنتوا بلدكم، ها طلعتوا من العراق رحتوا لايران ورجعتوا شاركتوا ويا خميني الارهابي وقتلتوا ناسكم، اذا انتم تعترفون نفسكم عراقيين، ولكن انتم لن ليس بعراقيين. ابو علي بس للتصحيح لكم. بس للتصحيح يعني حتى تكون المعلومه عندك، انت ذكرت انه التمور العراقيه اكو اكثر من 36 مليون نخله بها 40 صنف صح؟ نعم نعم. اتمنى نعم. تقرا كتاب اسمه النخله الفه المرحوم عبد الجبار البكر، يقول نعم. بالعالم اكو 2000 نوع او 2000 صنف تمر، بس بالعراق 600 صنف. تفضل تفضل تفضل. والله يمكن هاي نوع 40 او 45 صنف من ال 600 تعتبر من الاصناف النادره، بدنا نحكي بذاك الوقت مو هسه. نعم، ونروح نجيب لنا تمر من ايران، ونروح نجيب لنا نبق من ايران، اخي ذولا مجرمين، قتل عملاء خونه ذولا، بعد ما ينفع معاهم العتاب استاذ حبيبي، ما ينفع معاهم العتاب. انا اقول الشعب العراقي انت شوكت ضميرك يصحى لك بابا، افحى قوم لك، قوم حرر وطنك، حرر بلدك اللي باقته ايران، نهبته ايران. انا ما جاي افتهم ليش هذا السكوت، انت مو 24 ساعه تطمون، هاي هات منك الذله، اي هاي مو ذله، هاي مو اهانه. واحد طاب بالبيتي ويتحكم ببيتي ويتحكم والله يتحكم بعرضي، هاي مو اهانه مو ذله. نعم. شكرا لك ابو علي. طبعا محافظة ديالى اللي اليوم تطلع لنا مثلا دائرة بيئة ديالى وتقول انه فقدت 40% من حزامها الاخضر من 2003 حتى اليوم هذا، يعني ب 19 سنة اكو 40% من المزارع اللي موجودة بديالى ذولا بلا شغل صاروا، اكو 40% من الفلاحين ذولا بلا شغل، هاي طبعا الرسمي، لان فعليا اكو 80% من الفلاحين تركوا العمل هسه. فوراها تطلع مفوضية حقوق الإنسان بمحافظة ديالى تقول مع الأسف بسنة 2021 أكو مقدية هواية بمحافظة ديالى، انتشار الظاهرة التسول، أنا قلتها باللهجة العراقية مقادي، لأنه منطقة أو مدينة تعتمد على الزراعة، ماكو زراعة، ماكو دعم للفلاح، ماكو دعم للمزارع، المزارع اللي ترك هذا العمل، اكو هواية ناس توجهت الى المدن، واكو هواية ناس توجهت الى مد الايد. ابو فاطمة من النجف حياك الله. السلام
استاذه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام والرحمه والاكرام. تحيه لك يا اخي وكافه الاخوه. هذا الموضوع موضوع دياله وحتى البصره وغيرها من المدن. لا احنا دياله كرقم ابو فاطمه يعني هم ذكروا اليوم 40% من محافظه دياله، لكن الحزام الاخضر في كافه المدن العراقيه اليوم في تاكل. نعم نعم نعم. وهذه العمليه اخي وهذه الاستراتيجيه منظمه ومقصوده لتغيير كما تعرف الديموغرافي وكذلك التدمير العراق في كل الميادين ومنه الميدان الزراعي. واحنا نعرف انه ديالى هي كانت سله العراق اذا صح التعبير الزراعيه، لكن البرتقال وغيرها من الفواكه والخضروات الى اخره. فحتى يتم الانتقام من الشعب العراقي يتم تجويعه ويتم مصادرة. ومع ذلك أخي أنا شخصيا عندي الإنسان العراقي، صح الأرض مهمة لكن الإنسان العراقي أهم. هم عند الإنسان لا يأمن العيش في دياله، لا يعرف متى، نسأل الله أن يحفظهم أجمعين ويصفى العراقيين أجمعين، لا يعرف متى تدخل عليه الميليشيات وتقتله وتخطفه وتذبحه. فهذا الامر يعني خطير وخطير جدا، ويحاولون يعني الى يحاولون تنفيذ هذه الاستراتيجيه الى ابعد الحدود، وهم يعلمون يعني في النهايه لن تبقى ايران، لن تبقى في العراق. هذا خلي يسمعها المجرم خامنئي وغيره من الميليشيات والذين يأتمرون بامره، لا يستطيعون العراقيين. العراقيين بلد له تاريخه وبلد له حضارته، والدليل انه خرج من رحم الاحتلال الشباب تشرين، ثورة تشرين. لا يستطيعون للعراقيين مهما لووا يده او كسروا عظامه. ان شاء الله اخي نحن صابرين، ونحن يعني كذلك المنظمات المجتمع المدني في العراق والمنظمة تعلم جيدا ماذا يحصل في العراق وخصوصا في ديالة. هذا الصمت يعني حتى الصمت العربي لازم أن يدعموا الشعب العراقي، يدعموا العراق. هو خاصرة الأمة العربية في مع إيران. يعني إيران نشوفها كيف الآن تعتدي على الإمارات من طريق الحوثي، كيف الآن الصراع في المنطقة بين الكيان الصهيوني وإيران والضحية هي الدول العربية. إذا لم يرجع العراق كما كان في قبل الاحتلال، لا نضمن لأي دولة مع الأسف الشديد هذا الضعف وهذا الانهيار الأمني في المنطقة. نعم هذا أخي، هذا يعني فقلت لك أنه يعني هذا الحقد والإجرام الإيراني الذي نال الشجر والبشر والحجر وكل شيء في حتى الأسماك لم يعني تخلص من إجرام هؤلاء. المشكلة أخي الحكام في إيران ناس يعني ناس أقول لك الصراحة يعني غير سويين، ناس حمقى، ناس عرفت يعني عرفوا كيف يصلوا إلى 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 سدة الحكم وكيف يعني حتى الشعب الإيراني مسكين، يعني الشعب الإيراني أيضا جوعان، فما بالك بالشعوب الأخرى التي تحتلها إيران، فيكون إجرامها أقصى وأقصى. فمع الزمن سينتهي. لا الظلم والإجرام لا يستمر، مستحيل. هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه وفي كونه. الإجرام يعني هل هم يعني أجرم وأقصى من ستالين أو من هتلر أو من غيره من الناس التي أو الحكام التي كانت تقتل شعوبها وتسجنهم وكذا وكذا؟ فهذا هو التاريخ، الصراع بين الخير والشر. فالخير في النهاية هو الغالب، والعدل هو الغالب. هذه مجرد فترة زمنية، وقد مر على العراق أقسى من هؤلاء ربما في زمن هولاكا وغيره، ورجع العراق وتعافى. نعم هذا اخي. شكرا 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 لك ابو فاطمه. كان من المفروض ان يدخل ويانا ابو شيماء من بغداد لكن انقطع الاتصال وياه مع الاسف. بالنسبه الى دياله، التقارير الرسميه مثلا قائم مقام قضاء بعقوبه عبد الله الحيالي يقول انه ظاهره تجريف البساتين والاراضي الزراعيه بدياله سببها وجود مافيات وشبكات متنفذه تابعه لاحزاب وتابعه الى ميليشيات بالدوله، تلتهم بساتين بمحيط مدينه بعقوبه مثلا حتى تحولها إلى أراضي سكنية.
زين هي هاي القاع بالطاب ومسجله ارض زراعيه، شلون حولوها سكنيه وشلون قدروا؟ المهم ويبيعوها على انه هي اراضي سكنيه دا ينبني عليها عقار حتى يعيشون عليها ناس، لانه اكو ازمه سكن. تمام، ازمه سكن لانه اكو نزوح ببعض المحافظات، مثلا من بعض المحافظات اخرى الى داخل محافظه ديالى، واكو ناس من داخل محافظه ديالى نازحين الى محافظات اخرى مثلا المقداديه وقرى نهر الامام وغيرها. المهم قام مقام بعقوبة وافق على تصريحات رئيس مجلس قضاء المقدادية السابق، وافق على تصريحات قائم مقام بعقوبة اللي هو عدنان التميمي، اللي أكد أنه أسعار العقارات والبناء بمركز محافظة ديالى بعقوبة زادت من 15% إلى 20% نتيجة خفض قيمة الدينار، وأيضا ارتفاع أسعار المواد الأولية، ونسبة حركة البناء بلغت 50% نتيجة القلة، وعليه تحولت هاي الأمر إلى استيلاء من قبل بعض المتنفذين بالمحافظة على أراضي زراعية تابعة للمواطنين وتحويلها إلى أراضي سكنية. كل هاي الأمور إذا تفكرون بيها راح تلقون أنه هذا المتنفذ لما يستولي على قاع هي مو إلي، أنا أجي أستولي على هاي القاع هي مو إلي، هاي القاع مشتغل بها فلاح ومشغل ويا ناس ودا يستفاد ودا يعيشون، لما استوليت عليها جيت بعتها الواحد، هالواحد بنى عليها وقعدوا، وذول اللي كانوا يعيشون من وراء هاي القاع الله وياهم. بالنسبة إلى رسائل الواتساب، السلام عليكم، أنا بس أحب أقول لكم أنه خبر أتمنى يطلع تأكيد عليه أو لا، أنه مسؤول حماية النائب مهد دوري القي القابض عليه هو حسين كريم اللامي ملقب بحسين قام بتهمة سرقة مكتب صيرفة عام 2018، وأيضا تهمة قتل الدكتورة هالة عبد الواحد عباس، واكتشف واعترف بهذا الأمر. أتمنى تبينوا لنا، والخبر طويل جدا، أعتذر منك أخوي العزيز اللي ما قريته كامل. رسالة أخرى، أخوي العزيز هذا الفيديو أتمنى تنشروه على شاشة الرافدين، تابع الشريط الأبيض الجوة، وين هذا رقم الواتساب الجوة أصبعي؟ أكو جوة شريط أبيض نافذة أنت ترى وتقدر تدز الفيديوهات عليها وتتدلل إن شاء الله. رسالة أخرى، سلمكم الله من كل شر يا قناة الرافدين، شكرا جزيلا لك أخوي العزيز. شهادة أستاذ عراقي عمل في دول الخليج بمناسبة الربط الكهربائي مع دول الخليج. أخي العزيز مقال كامل ما أقدر أقرأ، أتمنى تلخصه حتى أقدر أقرأ لك بي 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 بملخص سريع. السلام عليكم أخوي العزيز، ليش ما تعرضون المقاطع على الشاشة؟ والله العظيم عيب. أخوي العزيز إذا تلاحظ أنت تدز وأني أعتذر منك، لكن أنا بنفسي اللي مجاوبك وهذا الرسائل، ودزيت لك أرقام أنت ترى والرقمين مكتوبات 5526845663 و5661. أخوي العزيز افتح الواتساب ودزهن عليهن وتدلل، أما هذا الرقم ما يعرض على الشاشة. رسالة أخرى، السلام عليكم، هذه فيديوهات أتمنى تعرضوها، نفس الجواب، تابع نافذة أنت ترى وأرسل له وتدلل إن شاء الله. السلام عليكم أستاذ أفل، كل شيء إجانا من الأرجنتين بس بقى الكرفس والرشاد ما جايبي، تحياتي لكم. السلام عليكم أستاذ أفل يا محترم، بالنسبة لقصف ميليشيات الحوثي على دولة الإمارات المتحدة بالصواريخ البالستية، المفروض الدول العربية تسوي قوة من الجيوش العربية تقودها مصر لردع ميليشيات إيران، وليست أمريكا ولا الكيان الصهيوني. أخوكم أحمد من مصر من المحلة الكبرى. مساء الخير، بالنسبة للنخيل كلها مؤامرة على هذا البلد، وهو نفس التمر مالتنا يصدروه لإيران ونرجع نشتري منهم بأغلى الأسعار. أصلا إيران ما تأثرت بشيء اسمه حصار ما دام أكو من يمول إلهم، وتحياتي إلكم. بس أحب أقول أبو علي ترى صوت التلفزيون واصل لي منه، وهو يقول ما يمي تلفزيون، أخذكم رنا من بابل. رسالة أخرى، هذا فيديو أتمنى تعرضوا على الشاشة. أخوي العزيز والله العظيم رقم الواتساب مال البرنامج ما يعرض على الشاشة، الشريط الأبيض الجوة، وإذا تتابعوني الرقم هو 00905526845661، ونفس الرقم نهايته 5663، دزوا فيديوهاتكم عليها وإن شاء الله بيكم خير وتدللون. رسالة أخرى تقول العراق اليوم مباح من قبل إيران نتيجة السلطات التي تعمل في العراق،
وأيضا مقال طويل ما أقدر أقرأ أخوي العزيز، وفيديوهات ناشريها، وأيضا لينكات إلى مواقع يقول فوتوا عليها. شكرا جزيلا لكل من يتواصل ويانا. مشاهدينا الكرام، تجريف البساتين هو مو بس راح يأثر على المواطن الفلاح اللي يشتغل بهذا البستان، هو راح يأثر على المدينة كلها، لأنه تجريف البستان أو الحزام الأخضر اللي موجود داير مداير المدن، العجاج أو العواصف الترابية راح تطب للمدن، لأن ماكو أشجار تمنع هذا التراب، ماكو أشجار تورد أو تمول المدينة بأكسجين صافي، ماكو أشجار ترطب الجو، ماكو أشجار تخفف درجة حرارة الجو بالصيف وتخفف درجة البرودة بالشتاء. فإذا أنت عامل الحماية داير مداير المدن كلما موجود، إضافة إلى التصحر اللي راح يواجه المدن والجفاف والفلاح اللي يشتغل بها، هاي كلها عوامل تساعد السلطات اللي موجودة اليوم بالعراق على انتشارها أكثر. فيا ترى أنتم قابلين لو لا؟ نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، باكر بإذن الله. في أمان الله.